ايوه يا ابني، نفذ اللي قلت لك عليه وابعت لي التمام. سلام. ها ادخل منتهى النحاه معاه ولا ايه؟ اه بس انا عندي فكره حلوه قوي عايز اجربها كده، شفتها في فيلم امبارح اسمه جود كاب باد كاب. ها يعني ايه؟ هفهمك، يعني الضابط الشرير ها يخش على المتهم يضربه ويهينه ويطلع تيت امه لحد ما المتهم ده يعترف على طول، فهمت؟ وبعدين بقى يروح جاي الضابط الطيب مشربه بقى شاي وقال له اهلا وسهلا بيك ويحبه ويحن عليه، يروح المتهم المتهم فاتح قلبه ويعترف على طول. اه والله فكره حلوه. طب ما تيجي نجربها دلوقتي. خلاص انت تعمل الضابط الطيب وانا اعمل الضابط الشرير. ليه؟ انا ممكن اعمل الضابط الشرير على فكره. لا انت شكلك على فكره لذيذ وابن ناس وطيب. لا خالص. لا ليه؟ اسمع مني، انا عندي نظره كده شراني، عارف فاروق الفيشاوي في المشبوه كده يضرب عادل امام كده بالقلم عادي الوحيد. ها على فكره انا ممكن ابقى ابن كلب عادي جدا. ما انت ابن كلب يا نادر اصلا. لا ما اختلفناش بعيدا ان انا ابن كلب، انا ممكن ابقى ابن كلب شراني يعني. يا ابني اسمع كلامي، انا شفت الفيلم يا نادر بقى. لا يا إيه عم. نادر باشا. لا يا عم يعني بعد كل الخدمه دي في مباحث قالب كيوت وامره ابن بلد ده كده هنقلوني مباحث انترنت ولا اي حاجه بقى مناسبه لشعري ولا لبشرتي. أيوة. ثواني خليك معايا. اتفضل اتفضل. ايوه حبيبتي انا جاي 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 اهو والله، هركب واجي. حاضر حاضر. طيب طيب يا بيبي باي باي. طب بص عدي 1 2 3 هنعد مع بعض يا عم. 1 2 3 يا مان. خلاص يا باشا. طيب اتكل انا على الله بقى لان انا مش فضيلك. ها ودور بقى انت اخويا مين هيعمل معاك الظابط الطيب. ها انا مش محتاج ادور مين هيعمل معايا الظابط الطيب لان انا هعمل الاثنين. اعمل الاثنين اخويا. دخل المتهم بس والنبي عشان خاطري. معلش. انت يا ابني. ممكن اعمل الظابط الطيب؟ انت متخلف بقى. ندخل. جبت المتهم يا باشا. بتقول ايه؟ جبت المتهم. طب يلا اطلع بره. طيب ماشي. ده طلق ده يا باشا والله. ايه ده سالم؟ ازيك يا حبيبي؟ تعال يا سالم اقعد. اقعد يا سالم ما تخافش. على الكرسي؟ اقعد على الكرسي يا سلام، ده انا هضيفك دلوقتي يا حبيبي. ما يصحش ما يصحش يا باشا. اقعد على الكرسي. ما يصحش. تشرب ايه؟ ولا اي حاجه يا باشا. غلط يا حبيبي يا سالم، في التحقيق كده تبقى مش فطران ومعدتك فاضيه ومش عارفين نتكلم مع بعض كلمتين وتعترف لي. ها تشرب ايه ولا تاكل ايه؟ قول لي يا باشا. والله خيرك سابق يعني، بس انا عامل دايت عشان اطول يعني، بس بقالي فتره كده قصران ومتضايق. والله هو ينفع لو ممكن يعني جرين تي او شاي اخضر؟ عندنا الاثنين يا عسكري. ربنا يخليك. اعمل لنادر بي شاي اخضر. شاي اخضر. ايه شاي اخضر ده؟ مان جرين تي. Oh, green tea. All right, you should have supposed to say that, man. Man, I was telling you like I told you green tea, and I was like green tea. Yeah, straight away, man. You bring him some green tea, all right? All right. اخرج بقى عسكري، جيب green tea. ماشي يا باشا. سالم، قول لي يا حبيبي، بتشرب سجاير؟ ماشي يا باشا. بس هي بتبقى احلى وهي مولعه. والله دمك خفيف قوي يا سالم، وحاسس ان احنا هنوصل لحاجه كويسه مع بعض. قول لي بقى يا سمسم، مين اللي قتل مرات الميكانيكي؟ مش انا يا باشا، زي ما قلت في المحضر كده بالظبط. يعني مصر على اخوالك؟ ان شاء الله يا باشا، جواب نهائي. تمام تمام يا سلومة، ثانيه واحده هروح ارجع لك بعد اذنك. ماشي ماشي. بعد اذنك. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل. هي الظباط القبعه دي والله مش الظباط اللي انا متعود عليهم من اول. الله تسلم تسلم يا بنت. لا ده مش جرين تي، ده شاي اخضر. تعال. جبت الولاعه يا باشا؟ ولعت. بتشرب سجاير قدامي؟ ايه يا باشا؟ وكمان جايبين لك شاي. نجيب لك كمان ملك شيكي. انا قلت لك عامل دايت. دايت؟ عامل دايت يلا. جوز الولية قال ان انت كنت عاشقها وقتلتها عشان تسرق فلوسها يلا، صح ولا غلط؟ يا باشا اولا الحته كلها كانت عاشقها. ثانيا اجيب كرنتين الحته كلها. اطلع بره بقى يا ولية. يلا بقى سلام.
ثانيا يا باشا انا بخاف من الدم، انا ما اقدرش اطلع. ده انا مره شفت فرخه بتديني حته راس يا باشا. بص يا انا هخرج دقيقه واحده، ويستحسن تقول اعترافاتك كلها في جملتين، والا قسما عظما اخليك فضلات بشريه. يا باشا